جمهور عزيز الشباب، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى من شوارع مصر الجميله في رحله البحث عن الموهوبين. انا مش قلت لكم هنزل لكم مره واثنين وعشرة كلاكيت تاني مره. المره اللي فاتت كنت في قلب مصر وسط البلد البورصه، تعرفنا على المواهب اللي هناك. طبعا مش كلهم، وقلت لكم ان المواهب دي مش هتخلص عمرها كلها. النهارده في اجمل مناطق مصر وهي الكوربه مصر الجديده، اكيد مواهب كتيره جدا وجميله جدا. تيجوا نتعرف عليهم ونتعرف على موهبتهم ونسمع منهم او يرقصوا معانا او يلعبوا ايا كان نوع الموهبه. يلا بينا على الكوربه. الله يا شباب، عرفني بيه. مصطفى كاتي. الله عليك. بلال تاتو. اهلا. محمد اوكا. اهلا. محمد فاني. اخباركم يا شباب؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. تعالى نتعرف كده على الموهبه بتاعتكم، انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنغني مهرجانات شعبي. احساس المزيكا وانت بتغنيها ده بتحسها؟ كنا صغيرين بس حابين المجال وكده. الموهبه بدات معانا ان احنا كنا الاول بنجيب زي تليفونات ونجيب زي نظام مزيكا في اي اغنيه مهما كانت لمحمود الليثي او اي حد، كنا بنشغل المزيكا ديت وبنقعد نغني عليها ونحط ريكورد على الموبايل الثاني على اساس ان احنا نعمل اغنيه. كناش لسه وصلنا لريكورد المزيكا والكلام ده. لما تيجي نسمع حاجه ثانيه نسمع ايه؟ نسمع بيت رانين بالحال ده وساكتين ما خربت عطلتنا خلاص راحت قربتنا خلاص راحت كرمتنا هي هو والبقاء للقوة. انسان ضعيف مالوش مكان ده كان زمان هتقول مش هذا واخد هذا لان خلاص مفيش وظيفة مفيش عيشة شريفة. بجد يا شباب استمتعت جدا جدا معاكم، وان شاء الله رب العالمين قريب جدا هتكونوا معانا في الاستوديو، هتكونوا من اقوى البلدات كمان اللي شرفتنا. شكرا جدا ليكم. انا المفروض ان انا النهارده بقى نازل عشان اشوف في مواهب تاني ايه في الشارع بعد اذنكم، علشان اشوف تعرفوا مواهب. قول لي. نعرف الناس بتقول الشارع حلو جدا. تعال نروح لهم. تعال نروح. يلا بينا. يلا نروح نشوف الشارع بقى. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تمام كيفك؟ كريم الحمد لله. وانت؟ احمد. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. عامل يا شباب؟ تمام. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. مواهب جامده. الحمد لله. تعالى بقى فستيكو هنا ونقعد كلنا. تعال تعال اقعد اتفضل. عاملين ايه؟ الحمد لله زي. كويسين تمام. انت بقى موهبتك ايه؟ بكتب شعر بالعاميه. حلو قوي، سمعنا. ممكن نقول الحاجه الوحيده اللي فيها اختلاف فرح وحزن خلف خلاف، عايشه النهارده عايشه لبكره، فيها دمع وفيها ضحكه، مين في حياته ملوش فيها ذكرى. انا عمري ما هنسى ايام ابتدائي كان أول حب في حياتي، وعمري ما هنسى أيام الثانوية وهروبي من الدروس الخصوصية، عن قهوة زيادة ليلة امتحان وأخويا اللي مخلص جامعة قاعد شمتان، عن سهري وعدم نومي ليلة رحلة لإسكندرية، حضرت كل هدومي وإم بي 3 في 200 أغنية كده يعني. الله الله الله، سقفوا له يا شباب. الله الله. وأنت؟ أنا بغني. سمعنا. الأغنية كلمات أحمد سامي وألحن. انت عايزه حد غيري بجد، انا ما انفعلكيش، حد عايش همه نفسه مش مهم ما يرضيكيش، تبقي بس اسمك حبيبته الحقيقه ما حبكيش. ايوه عارف اني بقسى، استني ما تستغربيش. الله 10 على 10 على 10 10 والله. برافو عليك. وانت؟ انا برضو ما هو دي اغنيتي. اغنيتك كلماتي. طب قول لنا حاجه تانية بقى. قول برضو حاجه كده رومانسيه شويه. يلا. بتقول بكل هدوء من لمستك فعلا بدوق انا جنتك، واما تقولي برقتك حبيبي اجمل براءه في ضحكتك، بتمنى اكون من اسمتك وفي الحياه امنيتك، وابقى نهايه سكتك وعيني تشوف في ايدي دبلتك. ودي الحاجه اللي بتمناها من الدنيا وبستناها، تكون الام لاولادي مفيش غيرك شايفني معاها، يا ريت الحظ لو يخدمني وفيك ربنا يكرمني، تكوني في بيتنا وقصادي ده حلم بجد هيجنني. الله سقفوا يا شباب. الله الله الله. طب ايه، حد يعرف تاني مواهب؟ انا اعرف صحابي في الفوتوغرافيا. يلا بينا. يلا بينا فوتوغرافيا. مساء الخير. مساء النور. عامل ايه؟ الحمد لله. انت صاحبك ازاي؟ تمام. تعرفنا بيه؟ عمر. وانت؟ هادي. هادي؟ ازيك يا هادي؟ الحمد لله. ازيك يا عمر؟ بتحبوا الفوتوغرافيا وبتاع؟ بتحب ايه بقى في التصوير؟ عايز يعني صور ايه؟ صور اشخاص، صور مباني، صور حاجات اثريه، صور مصر. الفوتو فريم وبعمل انشنت في المباني وفي كل حته وبصور ناس وبصور كل حاجه. حلمك ايه بقى؟ هو حلمي مش بعيد عن الفوتوغرافي، يعني ان شاء الله اني ادخل كليه هندسه وفي نفس الوقت يبقى معايا هوايتي. وانت؟ انا ان شاء الله اعلام قسم تصوير.
مش بقى هوايات كده وتغششوني. انا ليا واحد صاحبي دلوقتي بيلعب كوتشينه بيعمل خداعه جامده جدا. يلا عليه عدل يلا بينا. كورك ايه؟ تمام. عرفني بيه. ابنوب شنو ده؟ ابنوب ازيك يا ابنوب؟ تمام. كورك ايه؟ تمام. عمر قال لي ان انت بتعرف تلعب كوتشينه حلو قوي. على قد. بتعمل ايه؟ المهم بس ما تغيبش عن الكاميرا كده، خليك قدام الكاميرا كده. شكلك ركبك عفريت والله. لا 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 مش قوي كده. دي سامة. ماشي. سامة. تعال نتفرج على حاجة تاني. أحمد خذها. لا. حطتهاش. هو عارف إن أنا ما حطتهاش. عشان تصدقوني يا جماعة إنها خفت يدي وليس سحرا. أحسنت. شكرا لي. العفو. شكرا. شفتوا بقى مواهبنا حلوة وقوية وجامدة ومنعشة ازاي؟ وبرضو ما بتخلصش، بس اوعدكم اني المرة اللي جاية هقول لكم هنكون فين في مصر علشان نسمع مواهبكم ونعرضها معنا على شاشة روتانا مصرية في برنامجكم عز الشباب. يا شباب يلا حضروا نفسيكم، مين عليه الدور يكون معانا الحلقة الجاية؟